يعني طبعا هو طور فكرة المقام بطريقة معينة بحيث أنه يوصل إلى أي متلقي عربي أو عراقي بشكل سهل. حس أنه هذا يعني الإطالة فيها أو التقليدية في غناء المقام متعب للجمهور، مو أي جمهور يذوقه، فبدأ يختصر وبدأ شكل المقام يختلف مع ناظم الغزالي. بدأ يعني شاف تجربة محمد عبد الوهاب وعبد الحليم وانتشارهم بالعالم العربي، هو غيور يعني يوصل للعالم العربي. أكو صراع ما فيك أنه بين نعم غزالي وبين قراء المقام، لأن دول قراء المقام عندهم يعني اعتزاز بالنفس، ما يغنون يقول لك أنا هاي بستة أغنية يعني اسمها بستة، أنا ما أغني يعني مو مطرب بستة، يعني مو يقللون من شأن البستة. زين أنا قاري مقام، ما يقول أنا مغني مقام، أنا قاري مقام. هو ما أضاف شيء للمقام، بس أضاف للغناء. عرف الأغنية العراقية، عرج بها شمالا وجنوبا، اثر الكرة الأرضية كلها، راح بأي مكان راح نجح. هذا النجاح طبعا إلى فضل أكيد. يعني هسه بتروحين لسوريا تقولي مثلا فلان مطرب قديم ما يعرفه، تقولي ناظم الغزالي عندهم علامة دالة. هو اعتمد النص القريب للإذن الموسيقية ولمشاعر المتلقي العربي، والثيمة اللحنية البسيطة اللي مأخوذة من روح المقام العراقي لكي يمنح هاي الأغنية الهوية العراقية.